شاء الله اللي بيبعدوا عنا، بس متخوفين انه من خطر انتشاره بالمخيمات، لان نحن هون عنا ازدحام كبير وتعامل بشر مع بعض، احتكاك كتير بين بعضهم، وطرق الوقاية هون صعب كتير انه نقدر نتعامل معه، ما في نظافة شخصية كتير تقدر انت بخيمتك بتقدر يعني تنظف خيمتك وتحافظ عليها، بس برا الخيمة ما بتقدر هالشي هذا. من غسل إنما منعاني من شح في الماء، يعني هون الشخص بيستلم تقريبا 20 لتر في اليوم، فالعشرين لتر ما هي كافية لغسل وأكل وشرب، لا تكفي لحمام، في نقص في المياه، في نقص في المنظفات. الشيء المخيف منه إنه هو إذا انتشر في مخيمات الشمال راح يكون كارثة حقيقية، لا في لأنه لا يوجد يعني بمعنى الحرفي لا يوجد أي شيء لنتصدل هالوباء العالمي، يعني دول كبيرة مثل إيطاليا أمريكا الصين عانت من هال، فنحن هون في المخيمات شو بدنا نلاقي عنا لحتى نكافح هذا المرض.